النصر العالمي وجها لوجه امام باريس سان جيرمان في بطولة اليابان الودية. نعم يا حبيبي، فمن البرتغال الى اليابان يلعب النصر السعودي وجها لوجه امام باريس سان جيرمان في هذه البطولة الرائعة والاكثر من رائعة. عاد يقولون ان مبابي ما بيلعب في هذه البطولة، مشاكل بينه وبين فريقه، بنصبر وبنشوف ليه هذاك الوقت. لكن عزيزي المشاهد، كم تتوقع نتيجة المباراة؟ يفعلها النصر ولا يقل اهمية النصر قيادة كريستيانو رونالدو عن أي فريق آخر، خاصة بعد التعاقدات الأخيرة الرائعة والأكثر من رائعة، يفعلها ويفوز على باريس سان جيرمان، ولا يبقى باريس سان جيرمان توقعات الفوز بالنسبة له أكبر من نادي النصر؟ اكتب لي بشكل واضح وصريح توقعاتك لنتيجة المباراة في التعليقات في أسفل الفيديو، وبالتوفيق للنصر العالمي، ولا تنسوني من اللايك والفولو. Viva Ronaldo! Viva Ronaldo!